يا صباح الخير وسعادة على حضراتكم، يوم جديد، حلقة جديدة، 8 الصبح، ابدأ يومك صح، يوم يا رب يكون علينا كلنا سعيد، يحمل لنا كل الخير وكل السعادة وكل الإنجاز. وصباح الخير يا إيه. صباح الخير يا اسماء، وصباح الخير على مشاهدينا الكرام. عندي ليكوا خبر حلو، ليك انت تحديدا، عشان أيوة انت بتحبي الصيف او أيوة ما بتحبيش الشتاء. هو اكيد ما حدش بيحب البرد قوي، ما حدش بيحب الحر قوي. فالخبر الحلو بقى اللي هقوله لكم النهارده بخصوص الطقس، هيئه الارصاد الجويه النهارده بتقول انه هتشهد البلاد ارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه الانحاء، هيسود طقس دافئ نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وكمان شمال الصعيد، وهيكون مائل للدفء على السواحل الشماليه ومائل للحراره على جنوب الصعيد وشديد البروده ليلا على كافه الانحاء. لكن كمان هيئه الارصاد بتناشد المواطنين ما ينخدعوش في ارتفاع درجات الحراره، وبالتالي ما يخففوش الملابس ويلتزموا بارتداء الملابس الشتويه خلال هذه الفتره. ليه؟ لانه متوقع بدايه من الاسبوع الجاي ترجع مره ثانيه درجات الحراره تنخفض حوالي 6 درجات، فالتباين في درجات الحراره ده، وده تباين كبير 6 درجات يعني، فده ممكن لو خففت اللبس او رجعت تلبس لبس صيفي مثلا ان انت تصاب بنزلات برد، يبقى الموضوع طبعا خطير ومريب، خاصه مع تشابه الاعراض مع فيروس كورونا. فخدوا بالكم النهارده درجات الحراره تبقى معتدله وملائمه، ويعني ان انت تعمل كل النشاطات اللي ممكن تكون كنت بتكسل وقت ما درجات الحراره تبقى منخفضه. يعني اسماء دايما انت بتقولي لي بتعملي بيات شتوي طول فصول يعني شهور الشتاء. ايوه، وابتدي انجز في الربيع والخريف، فانا كان ربيعي جدا وكان خريفي جدا. النهارده جو مناسب عشان تنطلقي. النهارده هنطلق ان شاء الله. خلينا نشوف سريعا بيان بدرجات الحرارة. يعني زي ما بيقولوا كده اليوم، بس عشان بس محدش ينخدع، اليوم ربيع والجو بديع، فالنهارده الحمد لله درجات الحراره متوسطات لطيفه جدا جدا، فممكن فعلا عنده اي مشوار يقدر ان هو ينزل ويستمتع بالجو المشمس. خلينا بقى نروح، ويا رب يكون كمان الطرق كلها كده عشان يبقى يوم جميل من كل النواحي. نشوف بقى فين الكثافات المروريه العاليه وفين الطرق اللي يبقى فيها سيوله مروريه. احنا ماشيين في صلاح سالم، صلاح سالم لغايه دلوقتي يعني بدا تظهر بدري على غير المعتاد، يعني في كثافات في الاتجاه من مصر الجديده لمطلع اكتوبر، في كثافات لان اللون البرتقالي هو الاغلب، لكن الاتجاه الثاني سيوله مروريه، لكن واضح انه في مثلا عطل سياره او ما شابه، لان يعني في الوقت ده في صلاح سالم مش متعودين ان تظهر الكثافات المروريه عاليه في هذا التوقيت يعني، فدي على غير المعتاد. هنمشي شويه في صلاح سالم بس يعني معقول، برضو معقول بدأت برضو في الاتجاه التاني تظهر بعض الكثافات، يعني هو الحقيقة مش عايز أقول لكم بس واضح أن النهاردة كثافات أعلى بكتير من امبارح، لأن النهاردة في كثافات، وحتى أسفل مطلع أكتوبر شايفين برضو في تكتل مروري هنا كبير، يعني شايفين اللون الأحمر، فده يعني في كثافات عالية فوق كوبري أكتوبر، طلعنا يعني مسافة صغيرة جدا وبدأت تظهر، طبعا شايفين اللون الأحمر هو الغالب، يعني كثافات مرورية عالية وازدحام. طبعا احنا فوق دلوقتي محطة مصر في الاتجاهين برضو كثافات عالية، اسفل اكتوبر احسن كتير، بس عامة اعتقد النهاردة اقدر اقول لكم لا، المشهد المروري مزدحم مش كالمعتاد، يعني
مش هقول كان معتاد، يعني هو دايما في الوقت ده الذروه الصباحيه طبعا بتبقى المشهد المروري مزدحم، لكن النهارده اكثر ازدحاما. لكن وصلنا بقى كورنيش ماسبيرو العجوزه الزمالك كان عظيم جدا جدا، 15 مايو في برضه في كثافات مروريه، بس متعودين في الاتجاه اللي نازل من اكتوبر لوسط المدينه، الاتجاه الثاني في سيوله مروريه. مشينا بدانا برضه نلاقي في ازدحام على المحور فوق بالضبط ميدان لبنان، طبعا احنا متعودين المنطقه دي دايما بتبقى مزدحمه جدا، لكن بعد كده بنكمل بنلاقي اللون الاخضر هو اللي غالب. اعتقد ان المشهد المروري النهارده يعني اكتر ازدحاما من امبارح بشكل واضح، يعني ربنا طبعا يوصلكم بالسلامه، لكن حاولوا ان انتوا تنزلوا بدري بقى شويه لان في ازدحام واضح عن امبارح. لكن بعد بالظبط عبد المنعم رياض الاحوال بتبقى افضل كتير جدا، ربنا يوصلكم بالسلامه ودايما يبقى معاكم رقم اغاثه الطرق 0122 111 4 0. يعني زي ما انت بتقولي الدنيا زحمه النهارده، منطقه وسط البلد بالكامل زحمه، يمكن الدائري كمان تقاطع مع المحور زحمه، وده برده على غير المعتاد، وطرق كتير النهارده زحمه. ويمكن احنا دايما بنبقى حريصين نقول لكم انه في طرق بديله، وممكن كمان نقول لكم الطرق اللي احنا استخدمناها بالفعل، يعني المتجه من شرق القاهره لغربها والعكس، ممكن الطريق الاوسطي، ممكن انا بستخدمه مثلا اسماء بتستخدم محور رود الفرج وهكذا، في بدائل كتير بس غالبا يعني بننقلها لبعض. يعني انا اقول لك ايه ده انا لقيت طريق مثلا، كنت لسه بقول النهارده انا اكتشفت طريق جديد يعني معمول ومشيت عليه وده طلع طريق حلو، فانا اقول لحد وحد يقول لحد وهكذا. عندي اقتراح معرفش امكانيه تنفيذه، مثلا المركز الاعلامي لمجلس الوزراء يا اسماء لو يعمل مثلا خريطه على الموقع الالكتروني بالطرق الجديده اللي اتعملت بالفعل، واللي هيمشي مثلا من منطقه معينه لمنطقه معينه يدخل على الموقع الالكتروني او الصفحه بتاعه المركز الاعلامي يشوف بالظبط، يشوف ايه الطرق اللي ممكن او البدائل اللي ممكن يسلكها من البدائل الجديده او الاداره العامه للمرور. اعتقد برضه هتبقى افضل كتير، وحتى هيبقى تحديث يومي بالنسبه للازدحامات او ما شابه، هيبقى من خلال موقع معين ندخل ونشوف فين الازدحامات، فين الطريق ان احنا عايزين نروح للحته الفلانيه. مش بس الازدحامات يعني، لكن يعني يمكن جديدة في تطبيقات كتير ممكن تعرفنا الازدحامات موجوده فين، لكن فكره الطرق الجديده انه مثلا ممكن حد جاي من محافظه ثانيه من الاقاليم مش عارف الطريق الجديد موجود فين بالظبط، او متعود يسلك طريق يومي فتعود عليه فبيسلكه كل يوم، ممكن ما يكونش عارف ايه البدائل. فاظن الخريطه دي لو اتعملت هتعرفنا كلنا ايه الطرق والاماكن ونطلعها منين وننزل منين وهتودينا منين لفين، افضل من ان احنا نعرف ده بشكل صدفه، يعني ان احنا نقول لبعض فاهم اقول لك ايه ده انا مشيت في طريق جديد النهارده اطلعيه فتطلعي تلاقيه حلو فتقولي لحد تاني وهكذا. يعني الانجاز في موضوع الطرق بيبقى يومي، يعني يوميا عندنا صحيح. طرق جديده عندنا كم من الطرق ما شاء الله، يعني حاجه الحمد لله، وشايفين ده انعكاسه بشكل كبير جدا جدا، واحنا بنلمس ده على ارض الواقع، كل واحد وهو رايح الشغل او ما شابه بيشوف ده، فبالتاكيد فعلا ممكن نعرف. فكره حلوه جدا، يعني انا معاكي جدا. طب خلونا بقى طبعا ربنا يسلم طريقكم، انزلوا بدري النهارده قدر المستطاع، لانه زي ما انتم شفتوا في الخريطه كده اغلب الطرق اللي في العادي بتشهد يعني سيوله النهارده فيها بعض الكثافات. طبعا راجعوا عربياتكم قبل ما تتحركوا، لانه ممكن يبقى سبب الزحمه دي عطل سياره مثلا هو اللي بيسبب انه الطريق يعني يشهد كثافات مروريه. خلونا بقى نروح نشوف متوسط اسعارنا النهارده، اسعار الخضروات والفواكه والعملات الاجنبيه واسعار الذهب وكمان مواعيد الصرف.
فأجدد التحية والترحيب بحضراتكم مرة تانية. تعالوا بقى نتابع مع حضراتكم آخر وأهم الأخبار والمستجدات. وصلت مطار القاهرة الدولي امبارح بالليل 3 الطائرة المصرية القادمة من رومانيا، وكان على متنها 181 مصري عائدين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضا. كانت أقلعت من مطار بوخارست طيارة تابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم SM3832 من طراز إيرباص A320، وكان على متنها 181 راكب مصري، 175 من الطلاب المصريين، وستة من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي، وكانت في طريقها للعودة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن مصر. هذا وقد تم كمان إنهاء كل إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية. الحقيقة لا يسعنا القول إلا إن إحنا نقول تحيا مصر، لأنه المصريين عايشين بأمان سواء كانوا جوه أرض مصر أو كمان خارج أرض مصر، فدائما وأبدا تحيا مصر. بالتأكيد تحيا مصر، ويمكن ده مش التحرك الأول ولا هيكون بالتأكيد الأخير، ويمكن نرجع كده كام سنة لورا وهم سنوات قليلة ونفتكر مع بعض في أول جائحة كورونا سواء في الموجة الأولى ولا الثانية لما توقفت حركة الطائرات على مستوى العالم، كان في تحرك برضو سريع من الدولة المصرية علشان كل، مش عايزة أقول رعاياها، لكن كل المواطنين اللي موجودين في كل أنحاء العالم مصريين كان عايزين يرجعوا، سواء كانوا بقى حتى مقيمين في هذه الدول اللي كانت عاملة إغلاق تام. فالطائرات المصرية اتحركت وشفنا عدد كبير من الرحلات الاستثنائية اللي كانت متحركة مخصوص عشان ترجع كل الرعاية وكل المصريين من كل أنحاء العالم، في الوقت إن في دول كانت غنية جدا جدا ما عملتش هذا التحرك. فدايما بنقول تحيا مصر، ودايما بالتأكيد مصر يعني في أي خطر بيبقى في تحرك سريع جدا علشان تأمين مواطنيها في كل أنحاء العالم. استمرارا مع موضوع بقى جائحة كورونا، نشوف البيان اليومي الخاص بوزارة الصحة لمتابعة انتشار فيروس كورونا. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 2008 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، ده طبعا بعد تمام الشفاء، ربنا يشفيهم يا رب جميعا ويشفي كل المرضى. كده بيصل إجمالي المتعافين من الفيروس ل 415,490 حالة. كمان تم تسجيل عدد من الحالات الجديدة، بنتكلم في 1322 حالة، يعني بنتكلم في تقريبا معدل انخفاض 200 حالة، يعني امبارح كنا بنتكلم 1500، فده إلى حد ما مؤشر جيد. بالإضافة إلى وفاة 36 حالة، ربنا يرحمهم يا رب، بس احنا شايفين عدد الوفيات لغاية دلوقتي ثابت، أو يعني بنتكلم من 50 وإحنا نازلين لحاجة و30 لغاية دلوقتي، بقالنا فترة يعني إن شاء الله تنخفض لغاية ما نوصل يا رب إن شاء الله قريبا لرقم صفر، ومش هنقدر نوصل لرقم صفر غير إن احنا كل الناس تتلقى اللقاحات. كل مرة كل ما بنقول لحضراتكم كل يوم هذا البيان بنأكد على هذا الموضوع، اللقاح ثم اللقاح. عندنا الدولة المصرية عملت جهود كبير جدا جدا علشان اللقاحات كلها تبقى متوفرة. عندنا سن تلقي اللقاحات من الأطفال من 12 سنة، واحنا شايفين الموقع اهو، اي حد لسه لم يتلقى اللقاح يدخل بشكل سريع يسجل نفسه، بيجي له الرساله على طول في نفس اليوم تقريبا دلوقتي، الاول كنا بتستنى شهر وشهرين، دلوقتي بيجي لك الرساله في نفس اليوم، او ان انت بتتوجه لاي مراكز من مراكز تلقي اللقاحات اللي موجوده في كل محافظات مصر بتحصل على اللقاح بشكل سريع جدا. ده بالنسبه لاول طبعا جرعه، الجرعات الثانيه بعد كده بيجي لك رسائل سواء كانت الثانيه او الجرعه التنشيطيه الثالثه. فارجوكم عشان نوصل لمعدل او رقم وفيات صفر لازم كل الناس تتلقى اللقاحات، علشان اللقاح لو مش هيمنع ان انت تصاب بهذه الجائحه، لكن بالتاكيد ان شاء الله هيمنع من ان الاعراض او المضاعفات اللي بتحصل من هذه الجائحه تكون ضعيفه وما توصلش بنا للمستشفيات او لا قدر الله للوفاه، ربنا يعافيكم جميعا. يعني بالحقيقه عشان نعرف حجم كمان المجهود المبذول من الدوله المصريه لتوفير اللقاحات، تعالوا نبص كده على القاره الافريقيه. حوالي 80% من سكان القاره الافريقيه، الدول الفقيره منهم والدول اللي ما قدروش يحصلوا على اللقاحات، ما خدوش حتى الجرعه الاولى لسه من فيروس كورونا. فهنا لما نبص على اللي حاصل في الدوله المصريه، ازاي الدوله قدرت توفر أنواع لقاحات مختلفة متعددة لملايين ملايين المصريين، والجرعة الأولى والتانية والجرعة التعزيزية لفئات أوسع، مش بس
كبار السن، مش بس العاملين في القطاع الطبي، مش بس اصحاب الامراض المزمنه، لا كمان الشباب الاصحاء منهم اللي يعني مش متوقع ان هم يعني يصابوا بالفيروس بشكل حاد او بمضاعفات خطيره، هم كمان الدوله المصريه بتوفر لهم اللقاح، وده دليل على انه الحمد لله عندنا وفره من اللقاحات، انواع مختلفه من اللقاحات، اعمار مختلفه تقدر تاخد اللقاحات. في هذا الصدد كمان الدوله المصريه بذلت جهود مضنيه من أجل تسريع وتيرة تلقي المواطنين للقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي والفئات الأكثر تأثرا، وده من خلال استراتيجية علمية تعتمد على الانتشار الواسع لمراكز تلقي اللقاح سواء الثابتة منها أو كمان المتنقلة، فضلا كمان عن التكامل بين الجهات المعنية من أجل تيسير وتسهيل الإجراءات على المواطنين. ده كمان بقى إلى جانب سعي المنظومة الصحية في مصر لتوطين صناعة اللقاحات ونقل التكنولوجيا المعتمدة الخاصة بيها، وده أكيد هيسهم في تحقيق الأمن الدوائي وأنه تصبح مصر مركز إقليمي لتصدير اللقاحات، وأيضا دعم دول الجوار والدول الإفريقية اللي كنت لسه بقول لحضراتكم حوالي 80% من سكان القارة لم يحصلوا على الجرعة الأولى حتى. في هذا الإطار كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر فيديو بعنوان خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات، وأشارت وزارة الصحة إلى حرص الدولة على توفير اللقاحات لجميع المواطنين بتوجيه من القيادة السياسية. كمان أنه ده يعني بيتمثل في التعاقد مع الشركات المصنعة ومراعاة التركيز على الفئات الأكثر تأثرا وهم أصحاب الأمراض المزمنة والطواقم الطبية، باعتبار طبعا الطواقم الطبية والعاملين في المستشفيات بيتعاملوا مع مرضى فيروس كورونا كل يوم، فبيواجهوا الفيروس وجها لوجه بشكل يومي تقريبا. كمان الفيديو اتكلم او لفت الى اعلان الدكتور تيدروس جبريساس مدير عام منظمة الصحة العالمية ان مصر ضمن 6 دول افريقية هتحصل على تكنولوجيا متطورة لانتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا. متطورة دي تقنية جديدة يعني، لان هي هتكون مش بس بتعالج او بتحمي من فيروس كورونا ومتحوراته ومضاعفاته، لكن كمان هتكون لقاحات مضادة لامراض مختلفة زي الملاريا زي السل زي الإيدز وغيرها من الأمراض اللي هتكون هذه اللقاحات المتطورة بتحمي منها وبتعالج منها. تاني أقول لحضراتكم تحيا مصر، لأنه الحقيقة الجهود اللي اتعملت مش بس فيما يخص توفير لقاحات كورونا ونقل التكنولوجيا، يمكن من أول لحظة وبالتعاون مع الجانب الصيني نقل خبرات تصنيع سينوفاك في مصر وتوفير أنواع مختلفة من اللقاحات، لكن كمان القطاع الصحي بشكل عام الحقيقة خلال السنوات القليلة الماضية شهد طفرة كبيرة جدا جدا في العديد من المبادرات، وتمثلت كمان في التأمين الصحي الشامل، تمثلت في الجراحات العاجلة، الكثير والكثير من المبادرات والخطوات الجادة اللي مشيت فيها الدولة المصرية تخلينا فعلا نقف النهاردة ونقارن ما بين الوضع دلوقتي والوضع من حوالي 6-7 سنين، هناك فارق كبير جدا جدا. دائما تحيا مصر الحقيقه. طبعا تحيا مصر، وزي ما ايه كانت لسه بتتكلم على الجهود والنجاحات الكبيره والطفره الحقيقه اللي كلنا لازم نشيد بيها وكلنا لامسينها في ملف الصحه، ملف الاسكان كمان من الملفات المهمه جدا جدا. يمكن سياده الرئيس في اكثر من مناسبه واكثر من فعاليه قال اللي عايش شقه هيكون له شقة، مفيش مواطن هيبقى عايز شقة مش هيحصل عليها. شفنا العديد من المبادرات، شفنا مشروعات كتير جدا جدا تم طرحها في الفترة الأخيرة، سواء بقى كانت للإسكان المتوسط اللي تم طرحها في 15 مدينة بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وده طبعا في إطار التيسير على كل المواطنين للحصول على الشقق اللي هم عايزينها بكل التسهيلات على فترات طويلة جدا، أو حتى على مستوى شقق الإسكان كمان الاجتماعي. ده طبعا يعني جهود كبيرة جدا بتبذلها الدولة علشان توفر الشقق دي بأسعار وتسهيلات تكون مناسبة لكل المواطنين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر على كل المدن الجديدة، المشاريع الخاصة بالإسكان، سواء كان بنتكلم على إسكان متوسط أو إسكان اجتماعي. معانا على التليفون الدكتورة نهى نبيل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة حلوان. صباح الخير يا دكتور وأهلا بحضرتك. صباح النور.
اخباركم ايه؟ الحمد لله، اهلا بحضرتك. وخلينا نتكلم على نجاح الدوله المصريه. الحقيقه احنا شايفين طفره في ملف الاسكان، ملف خصوصا الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط. يمكن سياده الرئيس يعني اشار ان ما فيش حد هيبقى عايز شقه مش هيحصل عليها. كيف تثمني هذه الجهود على ارض الواقع؟ حقيقي هي الدوله المصريه دلوقتي فعلا فاتحه كل الملفات، ومصر بتقود يعني قافره للتنميه غير مسبوقه، وده حقيقه. ومن اهم الملفات دي فعلا ملف الاسكان، لانه كان ملف يمكن في قصور كبير جدا، احنا كان عندنا عجز كبير جدا في وحدات الاسكان، وده كان كلنا ملاحظينه، كلنا عايشين في البلد بقالنا سنين شايفين انه الناس فعلا عندها مشاكل كثيره جدا في انها تقدر تلاقي وحده سكنيه مناسبه لدخلها. عشان كده الدوله متبنيه الملف بشكل كبير جدا. و طب خلينا نتكلم من ناحيه التخطيط. حضرتك استاذه بقى في التخطيط العمراني، وكان من ضمن المشاكل دايما في موضوع الاسكان ان كان بيبقى فيه مدن جديده، وهذه المدن تعتبر مدن مهجوره، لان كان صعب جدا ان هو الناس تروح او تصل لهذه المدن بسهوله، عدم توفر اي نوع من الخدمات، عدم توفر مدارس، عدم توفر مواصلات. دلوقتي حضرتك شايفه النقله بقى ان هو عدد كبير من المدن، بنتكلم في اكتر دلوقتي من 15 مدينه من اللي احنا بنتكلم عليهم فيها اسكان متوسط، وفي نفس الوقت التسهيلات بقى سواء كانت في الخدمات الخاصه بالمدن، وسائل المواصلات المختلفه. هو بالظبط كان من ضمن المشاريع المهمه جدا كانت مشاريع الطرق. كان بيبقى العائق الاكبر دايما مع وجود مدن جديده موجوده دايما هو صعوبه الوصول اليه، وده ما كانش بيخلي المدن دي تقدر انها تشتغل بالشكل المناسب او انها تكون جاذبه للسكان بشكل مناسب. النهارده مع وجود قايمه من المشروعات اللي موجوده، سواء كانت المشروعات بقى عندنا النهارده المونوريل بيتعمل، عندنا القطار الكهربائي السريع بيتعمل، مجموعه كبيره جدا، عندنا الطريق الاقليمي الدائري الاقليمي الثالث، مجموعه الطرق والمشروعات الكثيره دي قدرت انها تربط المدن الجديده اللي على اطراف واللي كانت بعيده شويه عن القاهره بالقاهره بشكل ملائم جدا. ده غير ان احنا مش بس مشروعات الطرق، ده احنا بنتكلم من العاصمه الاداريه حيث لها كل الوزارات وكل السفارات، فالناس نفسها شغلها هيبقى قريب من الاماكن دي. مع ده كله بيتواكب مع طرح مجموعات كبيره جدا من الوحدات السكنيه في كل المدن دي. طيب دكتوره نهى، صباح الخير طبعا الاول على حضرتك. يمكن احنا دلوقتي يعني زمان زي ما حضرتك اشرتي كان الشغل الشاغل لاي مواطن رب اسره او شاب مقبل على الزواج ان هو يحوش فلوس عشان يجيب شقه، وده كان بيبقى اقصى طموح لانه الموضوع كان بيبقى صعب جدا. دلوقتي زي ما السيد الرئيس قال كل مواطن عايز شقه هنديله، وهناك العديد من الاجراءات والتسهيلات وبرامج التمويل العقاري للتسهيل على الاشخاص من مختلف الدخول ان هم يحصلوا على وحده سكنيه. هنا بنتكلم برضو مش بس وحده سكنيه يعني عمارات مترصصه جنب بعض وكتل خرسانيه، لا دي مدن جديده بيتم فيها مراعاه المساحات الخضراء والمناطق الخدميه والمناطق التجاريه بشكل منظم وبشكل يعني مخطط بشكل جيد جدا. خلينا نقف بقى عند فكره سهوله حصول المواطن الان على وحده سكنيه، خاصة مع تنوع المناطق وتنوع مستويات الإسكان بما يتناسب مع دخول أو الدخل لكل شخص. ما هي الإجراءات، ما هي التسهيلات التي قدمت إلى المواطن المصري لتسهل عليه الحصول على وحدة سكنية؟ الإجراءات اللي مقدمة نقدر نقول دلوقتي إن مجموعة الوحدات السكنية اللي موجودة، أولا الدولة بتطرح شقق سكنية بمساحات كثيرة مختلفة. التنوع في حد ذاته دي امكانيه. ان انا اديك الوحده ال 60 متر وال 70 متر وال 100 متر وال 120 متر بكل ما هو مناسب لدخل كل اسره. امكانيات التسهيل وان احنا التمويل العقاري يبدا يدخل بفايده بتوصل ل 3% لهذه الوحدات السكنيه، ده امكانيه بتساعد، لان القسط النهارده بيوصل ل 20 سنه وال 30 سنه. فبيقسط الشقه على مسافه، انت مش مضطر ان انت تحوش، لا انت بتدخل في قسط مع الدوله كانه داخل في ايجار جديد بيأجره وبيقدر يتملك وحده.
كل دي تسهيلات ما كانتش متوفرة، يعني القسط على 30 سنة أو إن أنا أدي كل المساحات على حسب الرغبة. يعني دايما كانت شقق الدولة في الإسكان بتتراوح ما بين 60 متر و 63 متر، والناس كانت دايما بتشتكي إن الشقق دي مسطحة صغير لأن العيلة بتكون كبرت بعد فترة فبتبقاش مناسبة. النهاردة لأ، في إمكانيات لمساحات مختلفة، في إمكانيات لتقسيط بطرق مختلفة. صحيح. وده اظن يا دكتور برضو تخطيط بعيد المدى لعدم تكون العشوائيات مره اخرى. يعني هناك مجهود جبار الدوله قامت بيه فيما يخص التخلص من العشوائيات نهائيا بطرح البديل للمواطن المصري، وهي المجمعات او المناطق السكنيه الجديده. بالظبط، العشوائيات في مصر كانت، احنا عندنا في القاهره او في اقليم القاهره الكبرى كان في مناطق عشوائيه كتير جدا، وده نتيجة ان احنا فعلا ما كانش فيه توفير لوحدة سكن مناسبة، فاللي معايا مبلغ صغير وعايش شقة كان بيضطر ان هو يوفرها في المناطق الغير رسمية والغير قانونية في عشوائيات. بعد كده بتمثل بعد فترة مشكلة كبيرة جدا للدولة. لكن النهاردة مع الدولة مش شغالة بس على اللاين ان هي بتوفر، او على الخط ان هي بتوفر شقق ووحدات سكنيه جديده فقط للي محتاج، ولكنها هي بتنقل كل المناطق العشوائيه. ده مجهود اكبر، واضح ان كل المناطق بالتدريج. احنا في مناطق كانت بتشكل ازمه للقاهره غير عاديه. النهارده واحنا كان عندنا دايما مشكله في الامتداد العمراني حتى في العديد من المحافظات، لكن دلوقتي حتى ده اتعمل حسابه واتعمل العديد من المدن الجديده في كل محافظات مصر علشان طبعا ما يحصلش عشوائيات وتبقى الامتداد بشكل مخطط. كل الشكر الدكتوره نهى نبيل استاذه التخطيط العمراني بجامعه حلوان. طيب هقول لكم بقى دراسه يعني ستات هيزعلوا ستات، والمفروض بقى الرجاله يستفيدوا منها. خلوني اقول لكم الدراسه الاول. الدراسه اتعملت في اجراها عدد من الباحثين يعني في جامعه كاليفورنيا، ونشرها او نشرتها عدد من وسائل الاعلام زي جريده الديلي ميل زي سي ان ان وغيرها. الحقيقه الدراسه دي بتقول ايه بقى؟ بتقول انه الأعمال المنزلية بشكل عام لربات البيوت زي إن هي تغسل مواعين بانتظام، تنظف البيت، تطبخ بنفسها، يعني تقعد بقى تعمل إيه أعمال منزلية لمدة لا تقل عن 4 ساعات على الأقل. ده بيعمل إيه بقى للست؟ خلونا نبص للجانب المشرق أو نص الكوباية المليان بقى. بيخليها أو بيخلي السيدات يتمتعوا بقلوب أكثر صحة، يعني بتقي من أمراض القلب، إن هو تصاب بأمراض القلب، وكمان السكتة الدماغية وخطر الوفاة المفاجئة، بالإضافة كمان ده جانب برضه مهم، زيادة اللياقة وفقدان الوزن في حالات كتير جدا. طيب السؤال هنا برضو، هل ده حقيقي؟ هل ده صحيح؟ ولا دي دراسة يعني كده مشجعة بس للستات عشان يقوموا بواجباتهم المنزلية؟ وهل الدراسة دي كمان مقتصرة على السيدات بس؟ يعني الست بس اللي لو قامت عملت أعمال منزلية هتقي نفسها من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية؟ ولا الرجالة ممكن يشاركوا بهدف الحفاظ على صحتهم؟ خلونا نعرف جدا جدا في هذا التساؤل والله. خلونا نعرف من الدكتور محمود عبد الحميد استشاري القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور محمود، وبشكل محايد تماما يعني بدون انحياز، اولا قول لي حقيقة الدراسة دي وبتنطبق على الرجالة كمان ولا الستات بس؟ هو طبعا في الصحة العامة، انا ارحب بحضرتك وحضرتك أهلا بك. القريبين طبعا في الصحة العامة للرجالة زي الستات بالظبط، ما بيختلفوش في الريسك فاكتورز او عوامل الخطورة او في الاكسرسايز او النظام الغذائي، مفيش فرق طبعا. بس انا اسمحي لي حضرتك اقول بيئة واحدة، ان في حاجة اسمها دراسة وفي حاجة اسمها جايد لاين. الجمعية الأمريكية لأمراض القلب وكلية القلب الأمريكية بتجتمع كل سنة أو كل سنتين، بتجمع كل الدراسات دي مع بعضيها وبتاخد تقارن بين الدراسات دي وبعضيها وتطلع من الدراسات دي كلها بحاجة اسمها جايد لاين أو الخطوط العريضة للإرشادات التي يجب أن يتبعها الأطباء والمرضى. دي اسمها جايد لاين، لأن في دراسة بتبقى أقوى من دراسة، أو دراسة ما تنفعش تبقى دراسة. في دراسة مثلا على 1000 شخص. طب احنا الجايد لاين بس عشان نعرف الدراسة دي وصل ليه. جايد لاينز في دراسه على مثلا 100 شخص ودراسه على 1000 شخص. تمام. في دراسه استمرت 3 سنين، في دراسه استمرت مثلا سنه واحده. ماشي. وهكذا. فاحنا برضو بنبص للدراسات ديت، هي بتبصرنا بحاجات
ولكن احنا في النهايه بناخد برضو بموضوع الجايد لاين. خلينا نتكلم على الدراسه دي بقى. ايوه، ودي دراسه طبعا جيده جدا لان هي جيده جدا بالنسبه للسيدات ولا السيدات والرجال؟ بالنسبه للسيدات وبالنسبه للرجاله. عظيم. بالنسبه للسيدات عشان صحتهم، وبالنسبه للرجاله أيوة. ان هتريحهم شويه لا احنا لا التساؤل ما وصلش بشكل محايد وبدون انحياز يا دكتور. التساؤل ما وصلش، احنا قصدنا ان الراجل زيه زي المراه لو قام بهذه الواجبات هيبقى برضو اكثر صحه وهيحافظ على صحته. هو بص هقول لحضرتك على حاجه، اللي احنا عليه دلوقتي الجايد لاينز اللي احنا ماشيين عليها ان المشي كل يوم نص ساعه لمده 30 دقيقه لمده على الاقل 5 ايام في الاسبوع، مشي نص ساعه. لا غير غير يا دكتور محمود، غير الحاجات المتعارف عليها زي الرياضه والاكل الصحي والامور دي، الاعمال المنزليه وحنائش الدراسه. نعم نعم. الثابت ان انا علشان احافظ على صحتي واحسن الميتابوليزم واحسن قلبي ان انا على الاقل اعمل اكسرسايز نص ساعه في اليوم لمده 5 ايام كل اسبوع. دي عزيز. انا دي دراسه ودي موجوده بقت جايد لاين. اما بالنسبه لحضرتك اللي بتقولي عليه ده، طبعا اكيد هيبقى احسن من اللي قاعد، اكيد لا. احسن من اللي مش هتشتغل في البيت. لا بس احنا بنتكلم 4 ساعات يا دكتور. دكتور معلش احنا بنتكلم، الدراسه بتقول ان هي تعمل بالواجبات دي 4 ساعات، يعني انا افضل لي ان انا اقوم اتمشى نص ساعه بدل ما انا اعملهم، او ان هو هل ينطبق ده برضو، وده سؤال تاني سالته ايه لحضرتك، هل ينطبق ده على الرجال والسيدات سويا؟ اتفضل. طبعا ينطبق على الرجال، كل حضرتك ما بتقومي بمجهود، كل حضرتك ما بتعملي اكسرسايز سواء قليل او كتير، ده بينطبق على الرجال وبينطبق على الستات. طيب. يعني ديت عظيم. بس يا دكتور البعض بيقول انه المشي مثلا نص ساعه ده مجهود منتظم او حركه منتظمه فبالفعل بتساعد عضله القلب، لكن الاعمال المنزليه هي حركه غير منتظمه فبالتالي مش مفيده زي المشي. بكملش مده معينه، يعني انا مثلا بروح لحد المطبخ واقف بنعمل حاجه مثلا في على البوتاجاز او كده، وبعدين برجع استنى بقى كذا، فما فيش الحاجه ديت عشان ديت ما بتديش الافيكاسي او بتديش النتيجه بتاعت ان انا امشي كل يوم منتظم يعني نص ساعه. لكن هي هتفيد في حاجات في القلب، او طبعا هتفيد اكيد احسن من اللي قاعد، اكيد مؤكد ان هتفيد القلب. طيب. القلب بس ليها حركه حاجات بركه، يعني هو ده ملخص الدراسه ان الحركه بركه. ميزاتها تانية الواحد لو قعد فترات طويله ممكن يحصل له جلطات في الساق، فدي حقيقيه من الجلطات. كل شكر لحضرتك الدكتور محمود عبد الحميد استشاري القلب والاوعيه الدمويه بجامعه عين شمس. وخلاصه الدراسه نقول لحضراتكم ان الراجل زي الست، يعني تقدروا ان انتم تشاركوا بعض في الاعمال المنزليه وتحافظوا عشان صحتهم في الاخر، مش عشان حاجه، عشان الاثنين يعيشوا عمر طويل يعني ان شاء الله. للحفاظ على الصحه العامه. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه. قراءه سريعه لاهم عناوين الصحف الصادره صباح اليوم، معنا للتعليق عليها الاستاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. اهلا بك صباح الخير استاذ اسماء. اهلا اهلا صباح الخير استاذ ايه. نبدا مع حضرتك من جريده الاخبار. والرئيس يتابع الموقف التنفيذي للمدن الاولمبيه الجديده، السيسي تنفيذ وتطوير المنشات والبنيه الاساسيه للمنظومه الرياضيه طبقا للمعايير العالميه. وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بان يتم تنفيذ وتطوير منشات ومرافق البنيه الاساسيه للمنظومه الرياضية في مصر طبقا للمعايير والمواصفات العالمية وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة. خلينا نتوقف عند هذه النقطة. وطبعا احنا بنتكلم على تطور كبير في المنظومة الرياضية في مصر على مستوى طبعا البنية الأساسية العديد من المدن، لكن خليها نتكلم بشكل أكبر كمان مدينة رياضية في العاصمة الإدارية الجديدة 93 فدان، يعني حاجة ضخمة جدا، 4 صالات مغطاة، يعني مجموعة من المدن الجديدة ونقلة حضرية كبيرة في المدن الرياضية. كيف تثمن هذه الجهود؟ لا أنا شايفها يعني جزء أساسي من بناء الجمهورية الجديدة اللي فيها الرياضة زي العلم زي الصناعة زي أي حاجة في بناء الإنسان وفي شكل الدولة المصرية. موجودة المنطقة الرياضية أو المدينة الرياضية في كل المدن الجديدة اللي بتعمل، معمول لها مساحة ومعمول لها حساب، ما عادتش منسية ولا مهملة زي ما كان بتعمل قبل كده. أنت قدام يعني أفق
القرى الرياضيه في مصر يعني غير مسبوق. واحنا فتره من الفترات كمان كان عندنا مشكله ومش عايزين ننسى برضو، يعني احنا بنفكر الناس بحاجات مش لطيفه، بس الصفر المونديال عشان التنظيم. احنا دلوقتي عندنا بنيه اساسيه نقدر في اي وقت نقيم مثل هذه الفعاليات الرياضيه، ونفتخر ونتابعها ونقدر نعتمد عليها بشكل كبير. عندنا طبعا استاد القاهره 145 فدان يوليو 60 وافتتح اول منظومه اولمبيه في الشرق الاوسط، لكن النهارده كمان بنضيف. يعني شوف احنا استاد القاهره ده اتطور 2005 2019 على يد الرئيس السيسي في 2019، ومع ذلك اتعمل اللي حضرتك لسه بتقولي عليه ده بافق، يعني حضرتك قلت 93 فدان لكن الافق 450 فدان. حقيقة. عندنا استاد يعني 90,000 مشجع او متفرج، عندنا قاعات مغطاه 15,000 مشاهد و8,000 مشاهد او 8,000 متفرج، عندنا مجمع رياضي للسكواش 1000 مشاهد 1000 متفرج، عندنا مجمع للتنس 3500 متفرج، عندنا مجمع للسباحه 5000 متفرج، عندنا حتى في الخارج معمول حساب زاد عدد المتفرجين، يبقى في قاعات او اماكن لشاشات مفتوحه، عندنا بنوك وعندنا في فندق وعندنا منطقه طبيه، يعني ممكن تعملي دوره تقعد لمده شهر ممكن اللعيبه يبقى موجودين فيها ما يخرجوش، مش محتاجين اي حاجه. عامله حسابك في ده حصل كاس العالم لكره اليد، يعني لو نرجع كده شفنا التنظيم على اعلى مستوى، مفيش اصابه كورونا واحده، يعني حتى في ظل العالم متوقف عن العمل وعن استقبال الضيوف وعن استقبال الدورات او اقامه الدورات، مصر بتقيم بطوله كبيره وناجحه. في اسكندريه نفس الحكايه 125 فدان قريه الاولمبيه بجوار استاد الجيش هناك على اعلى مستوى، نفس يعني النموذج اللي فيه كل الاحتياجات الخاصه باقامه اي بطولات رياضيه. والطرق كمان المؤديه من الملاعب والمدن الاولمبيه والفنادق لاقامه اللاعبين هي كمان ممهده، فيها طفره كبيره جدا، ما بقاش فيها مشكله زي الاول. بالظبط، حتى معمول الكره الخماسيه 10 ملاعب، الملاعب التنس وملاعب الهوكي وملاعب الشيش والسلاح وكل الالعاب اللي ممكن تبقى البطولات الفرديه. ده بالتاكيد اهتمام كمان السيد الرئيس بالرياضه. ده في حاجه ثانيه ملحوظه، انه الرئيس دايما ينشد الكمال في اي حاجه. هيك. يعني مثلا يروح نسلم الوحدات السكنيه لاهالينا في المناطق العشوائيه، فيها ملاعب، فيقول لك ده فيها ملاعب وهي كمان تتفرش، واحيانا يعني معلش الثلاجات يبقى فيها هدايا او لعب الاطفال جوه الشقق. يروح للطرق فيقف مثلا يقول طب اللي جاي من الكورنيش هيجي هنا ازاي، فيتعمل مع حاجه يتعمل. نعم. اللي جاي من طريق تفكير الخيالة. في كل صغيره وكبيره هيوصل. نعم. للدائري ازاي، فيتعمل حاجه. يعني انشاد الكمال. طب خلينا في نفس السياق، موجود في نفس السياق يا استاذ احمد، ولكن في مشروع القرن ال21 وهو مشروع حياه كريمه الحقيقه اللي غير حياه اهالينا في كل محافظات مصر وخصوصا مدن الصعيد اللي كانت محرومه الحقيقه لسنوات طويله. في جريده الاخبار صفحه 6 سنوات الخير 225 مليار جنيه لتلبيه احتياجات اهالي القرى والنجوع، ما بين مشروعات عملاقه وخطط استثماريه ومبادرات انسانيه. تطوير 4584 قرية في 175 مركز بتكلفة 700 مليار جنيه، وأيضا تنمية الصعيد ويعني العناوين الموجودة تنمية الصعيد يداوي أوجاع الجنوب، وأيضا عدد من المشروعات القومية بقنا وسوهاج تزيد على 4000 مشروع تكلفة 15 مليار جنيه، الطرق الداخلية بملامح عالمية، والمخلفات الصلبة تعيد اللمسة الجمالية للشوارع، ومشروعك برضو يهدف إلى توديع البطالة. العديد من المشروعات الحقيقة مش بس بنية تحتية، ما بنتكلمش بس على طرق ووسائل مواصلات، ولا بنتكلم على مستشفيات ولا وحدات صحية، احنا بنتكلم في تغيير جودة حياة المواطنين. كيف تقيم المشروع حتى الآن، خاصة أنه التكلفة اللي كانت مرصودة ليه بتزيد كل مدى مع احتياجات القرى والنجوع والكفؤ؟ لا مش مبالغة لما بنقول المشروع الأكبر والأعظم في تاريخ مصر ويمكن في تاريخ العالم، لأن ما فيش مشروع يعني مؤكد ما فيش مشروع في العالم كله بيتعامل يعني نهضة حياة 60 مليون نسمة. ممكن في مشاريع يعني بتتعامل مع مدن مع محافظات مع ولايات، لكن 60 مليون نسمة مرة واحدة في مشروع واحد متهيألي صعب يبقى موجود في أي مكان في العالم. سيادة الرئيس قايل 700 مليار حد أدنى، ممكن يزيده مش هيقله. هذا الرقم اللي متقال 225 مليار في هذه المرحلة فقط، لكن باقي المراحل
ليها انفاقها وليها حساباتها. انت بتغيري شكل وسلوك وحياه وخدمات الناس في 20 محافظه، 175 مدينه زي ما قايل الخبر، 4584 قريه، 30,000 تابع ونجع وكفر وعزبه. انت رايحه زي ما قلت حضرتك، يعني مش بس احتياجات الناس الاساسيه لكن كمان احتياجات الناس الانسانيه. حد محتاج عمليه جراحيه، وتوفير فرص العمل ايضا، فرص العمل. انت قدام مليون فرصه عمل في مشروعات صغيره، انت قدام تغيير حياه المراه المرتبط بحاجات تانية في التنميه البشريه والصحه الانجابيه وخلافه. انت كمان بتجففي منابع الارهاب، لان الناس لما تحب الحياه مش هتبقى عايزه تكسرها وتهدمها زي ما كان الناس يعني بعض المتطرفين بيقنعوا الناس انه الحياه سيئه وتعالوا ندمر كل حاجه. فهذا المشروع قادر انه يغير شكل وحياه المصريين بشكل كامل. لما اتحطت المعايير، وكل الناس عارفه انه في اول 2019 لما اتحطت معايير المشروع انه يبتدي بالقرى الاكثر من 70% فقر، ثم القرى الاكثر من 50%، ثم القرى الاكثر من 30%، وجدوا قرى اكثر فيها 90 اكثر من 90% فقر. يعني كفر عشيره او 100 عشيره في اسوان، والحويطات في قنا، ودكران و100 وشقلقيل في اسيوط، دي قرى كلها اكثر من 90%. ومعدل الانجاز يا استاذ احمد برضو وسرعه الانجاز في المناطق دي وفي القرى دي، طبعا بفضل متابعه يعني دقيقه من السيد الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، والتناسق يعني ما بين الوزارات والهيئات المعنيه اللي بيشتغلوا، يعني خليه نحل في تناغم غير مسبوق، تناغم وتكامل وحوار افقي، وصفناه بالحوار الافقي بين الوزارات وبعضها وبين الحكومه وبين المجتمع المدني. ما عادش كل واحد بيشتغل في جزء منعزل، في تكامل شديد، التناغم غير مسبوق. عايز اقول لحضرتك، في يعني لسه شوف حضرتك بتكلمي اول طلعه كده في هذا المشروع، الارقام الموجوده يعني 54 وحده صحيه، 2800 فصل ل 100,000 تلميذ، 350 كيلو طرق، 22 مركز شباب، 86% معدل لغايه 96% لمياه الشرب، الصرف الصحي، كفاءه الكهرباء، كل ده ما كانش موجود. ال 1000 منزل اللي تم تطويرهم، الساحات اللي كانت لما بتنزل شويه يعني مطر بسيطه بتغرق الدنيا، الناس ما بتعرفش تنعزل عن العالم، ما بتعرفش تتحرك، كل ده اترصف واتبطن واتعمل شغل كبير جدا. فطبعا انت قدام يعني مش بنبالغ ولا بنجمل حاجه لما بنقول المشروع الاعظم في تاريخ مصر حاليا. طيب نذهب الى الوطن وصفحه 3، الري: نجحنا في تحويل مياه الصرف عاليه الملوحه من مشكله الى فرصه. تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائيه والري خلال زيارته لمحافظتي الاسكندريه والبحيره مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطه المعالجه بالحمام وموقع تنفيذ محطه رقم 1 على المسار. خلينا بدون يعني الدخول في تفاصيل ومتن هذا الخبر، لكن بالتاكيد احنا بنتكلم على طفره كبيره شهدتها مصر في هذا المجال، وهو محطات معالجه المياه، سواء كان بقى بنتكلم عن المحطات الكبرى، يعني اكبر محطه في العالم محطه بحر البقر، اكبر محطه معالجه ثلاثيه، بنتكلم على مجموعه كبيره اكثر من 151 محطه معالجه بيجري تنفيذها حاليا ب 31 مليار، يعني ملف تم انجازه بشكل كبير جدا، وتحويل المحنه لمنحه. زي ما حصل في حاجات كثيره حولناها من زي ما حضرتك قلتي من محنه الى منحه، ده حصل في الثلاث محطات الشهيره، يعني الحمام 7.5 مليون متر مكعب يومي، شوفي احنا محتاجين 12 مليون ونص تقريبا في مشروع الدلتا الجديده، ادي 7.5 مليون ونص منهم في هذه المحطه لوحدها، 5.6 في محطه بحر البقر التكلفه 18 مليار جنيه، مليون متر مكعب في المحسمه اللي هي معموله على 42,000 متر. فهنا في تصور وفي رؤيه لمشروعات الري في مصر مش بتتعمل يعني برضو لا اعتباطا ولا بشكل عشوائي. عندنا جهد جبار لوزاره الري مبذول، لازم الامانه الناس تلتفت ليه وتاخد بالها منه، لانه لما يتقال انه شوف النيل مصر العظيم، يعني شريان الحياه زي ما بيقولوا، هبه يعني الحياه في مصر وللمصريين، لما يتقال انه تم ازاله من 2014 للنهارده اكثر من 330,000 مخالفه على نهر النيل، يبقى احنا قدام جهد. لا احنا بنتكلم على توفير مصادر متجدده للمياه، احنا بنتكلم يعني نهر النيل اللي هو الاساسي بيدينا 55 مليار واحنا بناخد 81، ف 81 هذا الفارق بقى بيتم تعويضه مثل هذه المشروعات الكبرى. بيتم تعويضه بمشروعات الصرف، تحسين جوده مياه الصرف الزراعي، الصرف الصناعي، والصرف الصحي.
احنا عاملين جهد تبطين الترع، يعني عاملين جهد جبار لمنع يعني تسرب وفقدان المياه بكل الوسائل الممكنه، محطات التحليه الجديده. يعني في تصور لاداره ملف المياه في مصر محتاج التركيز عليه ولازم الناس تعرفه. وكمان محطات المعالجه برضو، خلينا نوضح للناس انه عمل او بيتم الان عمل مسارات نقل المياه مياه الصرف الزراعي سواء في غرب الدلتا او في شرق الدلتا، واحد لمحطه معالجه مدينه الحمام وواحد اخر لنقل من مصرف بحر البقر لمناطق استصلاح شمال ووسط سيناء. هذا استاذ ايه يعني مجهود جبار، بعضها بيوصل ل 175 كيلومتر. عند حضرتك 450 محطه خلط مياه عذبه اساسيه مع المياه اللي خارجه من هذه المحطه. يمكن مؤخرا في اخر مره في الامطار، وبفكر الساده المشاهدين ياما الناس بداوا يبقى في قلق، لان في مناطق كان تغير لون نهر النيل، وساعتها كان قالوا عشان هذه المسارات كانت بتحمل مياه الامطار، فده اندلت يدل على نجاح هذه المسارات ان هي كانت بتحتفظ بمياه الامطار. وحتى ساعتها خرج وزير الري وقال ان ده ما فيهاش مشكله، ده بس علشان هذه الامطار بتحمل بعض العقاره وده لا يؤثر على المياه، لكن في نفس الوقت احنا بنحتفظ بهذه المياه. بالظبط. يعني بعد الانتهاء متوقع، يعني كما تم الاعلان بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع مسار نقل المياه شرق وغرب الدلتا، انه مصر هتصبح اكبر دوله في العالم في اعاده استخدام المياه بعدد مرات تدوير بيصل لخمس مرات، يعني ده رقم برضو يخلينا نشوف قد ايه مصر بتستغل كل قطره مياه الاستغلال الامثل. وطبعا مياه المعالجه دي يمكن بعض الناس ربما ما بتكونش عارفه، هي بتكون صالحه تماما للزراعه وللري. لا ده المعالجه الثلاثيه دي ده محتاجه يعني حلقه لوحدها نتكلم بخصوص على محطه زي محطه بحر البقر. بس هنا بحر البقر ثلاث ارقام قياسيه، المحسمة رقم قياسي 2020 اكبر واهم مشروع في العالم، يعني انجينير ريكورد نيوز او نيوز ريكورد عامله المشروع واحد من اهم مشروع في العالم في سنه 2020. مش يعني مش كلام، انا عايز اقول انه مش الصحف بتاعتنا هي اللي صحف العالم والمراكز البحثيه على بحر البقر خدت ثلاث ارقام قياسيه في مصر جينيس. بالظبط. طيب انتقل مع حضرتك لليوم السابع، الغول الزياده السكانيه يعرقل مجهودات الدوله في الاصلاحات والتنميه. طبعا يعني هنا ياخذنا الحديث وكما هو موجود ايضا في اليوم السابع، لماذا اطلق الرئيس السيسي مشروع تنميه الاسره المصريه اللي بيهدف للارتقاء بجوده حياه المواطنين، وكيف تتبلور اليه التنفيذ؟ خليني اطرح على حضرتك نفس السؤال الموجود هنا، كيف تتبلور آلية التنفيذ؟ والله موضوع وتحقيق ممتاز اليوم السابع للأمانة، لكن أنا في تقديري بص ثلاث على جدول عمل شعبنا ثلاث قضايا أساسية وثلاث معارك أساسية، الإرهاب، الفساد، الزيادة السكانية. أنا في تقديري الزيادة السكانية أختارهم لأنه الإرهاب مستنكر والناس كلها بترفضه، لكن الزيادة السكانية مش كده، في قطاع كبير معتقد انه ده شيء طبيعي وانه يعني هي دي الحياه وانه الطفل بيجي برزقه الى اخر الموروث الثقافي الموجود في البيئه المصريه. الفساد مش كل الناس بتعمله وما فيش حد بيطلع على المنبر بيشجع الفساد، ومستنكر، لكن للاسف في تيارات بتطلع ومستنكر، لكن في بعض يعني التيارات الدينيه بتطلع على المنابر تقول انه تنظيم الاسره حرام وتعمل لنا مجهود عكسي مسبب لنا جزء من المشكله. الفترة اللي فاتت يعني احنا طول عمرنا اللي بنحارب الزيادة السكانية يعني بتوفير وسائل التنظيم النسلي في مراكز الصحة واحيانا بعض الاعلانات في الاذاعة والتلفزيون، لكن النهارده في خطة متكاملة تمكين المرأة. خلينا طب ننطلق من الخطة المتكاملة بإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية اللي هو كان أول أمس وكان شهده السيد الرئيس، وكان أول ملف كان تم تناوله في هذا الموضوع هو الزيادة السكانية، والرئيس ساعتها وجه إن نحن ندرس بعض التجارب الخاصة بالدول المماثلة لينا في الظروف علشان نستفيد من هذه التجارب. عايزين الحلول المقترحه، يعني هقول لحضرتك اكتر من حل وتقول لنا ايه الحل اللي ممكن يكون اقرب لو احنا بنتكلم على زياده التوعيه، ولا نخلي ده من خلال سن القوانين زي العديد من الدول، ولا نربط ده بشكل ما بالدعم اللي بيحصل عليه المواطن والدعم اللي بيحصل عليه للاطفال. لا ما هم مجموعه من المحاور شغالين عليها، الدوله شغاله عليها كلهم، منهم اللي حضرتك قلت عليه تمكين المراه والعمل الاقتصادي اللي في تنميه مبادره تنميه الاسر المصريه بتوفر مليون فرصه عمل و2 مليون فرصه تدريب و60 مشغل الى اخر المكاسب الموجوده، لكن في الجانب التوعوي اللي بتشترك فيه الاعلام والثقافه والتعليم، في الجانب التشريعي اللي حضرتك اشرت اليه اللي هو الخاص بسن الزواج وعمالة الأطفال، في الجانب الخدمي توفير الاحتياجات دي ل 75، عايزين يوصلوا يعني إلى أفق 75%
من السيدات المصريات في الريف في خدمات تنظيم الأسرة. في الجانب الرقمي انه يبقى في حصر في كل ده اللي بيحصل عشان يقدروا يتعاملوا في دي الخمس محاور اللي الدوله شغاله عليها. لكن بالارقام احنا قدام يعني لازم الناس تبقى عارفه إن يعني شوف حضرتك بتكلمي على تجارب الدول الثانيه. مصر بتزيد في السكان قد ما الزياده السكانيه في المانيا وايطاليا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا مع بعض، 7 أضعاف الزياده السكانيه في ايطاليا. احنا 18 طفل كل ثانيه و208 طفل كل دقيقه و5000 طفل كل يوم. احنا يعني بنزيد ارقام تخض. عايز اقول لحضراتكم وحضراتكم عارفين 750 الف ل 800 الف فرصه عمل مطلوبه سنويا. المطلوبين دول اللي اتولدوا من 20 سنه. لكن احنا بعد 20 سنه محتاجين 2 مليون فرصه عمل. فلما يتقال فرصه العمل ده سنويا عايزين نقول ده سنويا. فاذا كانت فرصه العمل محتاجه 200 الف جنيه فاحنا قدام 160 مليار النهارده لتوفير فرص عمل. اذا كانت فرصه العمل هتكلف 300 الف جنيه بعد 20 سنه في زياده سكانيه بتوصل ل 2 مليون اتولدوا النهارده محتاجين 600 مليون. الموضوع محتاج زياده الوعي بشكل كبير جدا، يعني ان كل اسره وكل شخص مقبل على زواج يدرك خطوره انجاب طفل اذا ما كنتش هتقدر توفر له حياه مناسبه، فيعيد التفكير مرارا حتى في موضوع عدد الاطفال والمسافه ما بين كل طفل والتاني وكل هذه الامور اللي قد تبدو او كانت تبدو من سنوات مضت انه ده امر عادي، لكن دلوقتي احنا بنشوف انه قد ايه ده بيعرقل مسار التنميه بشكل كبير طبعا. يعني بالظبط، وده لازم تبقى مهمه مقدسه لمصر كلها طبعا. شكرا جزيلا استاذ احمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على كل هذه التفاصيل والارقام الحقيقه اللي بتورينا وجها لوجه حقيقه كل ما يجري على ارض مصر. بنشكرك. شكرا جزيلا. من الصحافه المحليه مشاهدينا الكرام تعالوا نشوف ابرز الاخبار والعناوين التي جاءت في الصحف الدوليه الصادره صباح اليوم في هذا التقرير. مشاهدينا الكرام إلى متابعة آخر وأهم أخبار الفن والرياضة في كواليس 8 الصبح، وبعد الفاصل فقرة فنية مبهجة بامتياز انتظرونا. مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام يفاضل بين أكثر من مدرب وطني لخلافات البرتغالي فنجادة المدير الفني للاتحاد عقب الاستقرار على توجيه الشكر له مع نهاية عقده في مايو المقبل. الجهاز الطبي للنادي الأهلي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة منح أيمن أشرف لاعب الفريق الأول حقنة في الركبة خلال الساعات الماضية لمساعدته على العودة سريعا بسبب الرشح الذي يعاني منه في الركبة. مجلس إدارة نادي الزمالك منح المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق فرصة أخيرة
لاحظ موقفه من التجديد بالشروط التي وضعتها القلعة البيضاء قبل توجيه الشكر له والسماح له بالرحيل. البوليفي كارميلو لاعب النادي الإسماعيلي طلب الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم رغم انضمامه في الشتاء الجاري لعدم قدرته على التأقلم بسبب الأزمات التي يعاني منها النادي. محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري جدد الثقة في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن رغم حالة الغضب الجماهيري والمطالبة برحيل الجهاز الفني بسبب تذبذب أداء الفريق. ظهرت الممثلة الأمريكية بليك ليفلي في العرض الخاص لفيلم The Adam Project برفقة زوجها رايان رينولدز. صباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك ومساء وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي ومدام مشغول يا حبيب مش كنت تقول يا حبيب ومدام مشغول مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جرحه من رمش عينيه ومساء وصباحه بيسألني عليك ده القلب جرحه من رمش عينيه ومساء وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك قلبي ومفتاحه ومفتاحه دول ملك ايديك الله الله ضرب شرقي ضرب شرقي النهارده هم ضيوفنا اللي هنستمتع معاهم باغاني زمن الفن الجميل هم الحقيقه لما نيجي ندور على الضربه الاولى زي ما بيقولوا كده كان مدربه اصوات وملحن وكانوا عايزين يعملوا حاجه مختلفه يعملوا يغنوا في الشارع ويعملوا فرقه باصوات جميله ودخلوا على الانترنت وعملوا اعلان عايزين اصوات حلوه وبالفعل بداوا يجمعوا نفسهم
وعملوا فرقة زي اللي احنا لسه سامعين دلوقتي، أغاني جميلة جدا مفتقدينها بشكل كبير جدا، بيغنوا في كل مكان، بيغنوا في الشارع، بيغنوا يعني طبعا في حفلات، بس احنا بنتكلم ان هو الغناء للمتعة للفرحة في أي مكان، مش لازم هو المقابل بيعملوا يعني كل حاجة. فالنهاردة هيكونوا ضيوفنا، هيسمعونا أصوات جميلة، هيسمعونا أغاني جميلة. خلوني أرحب بيهم الأول، هبة رمضان وياسر مغربي وندى عاصم ومحمد الصالحي، أهلا بيكم، وصباح الخير وصباح الصوت الحلو وصباح الفن وصباح الجمال كله. صباح الخير، اهلا بيكم، صباح الفل. وقبل ما نغني بقى ونستمتع باصواتكم الجميله، يعني ايه ضرب شرقي الاول؟ اسم الفرقه مين اختاروا؟ بصي، هو احنا في الاول لما جمعنا المجموعه بتاعه الضرب شرقي قعدنا نفكر كده في اسماء كتيره، في الاخر انا قلت لهم احنا عايزين نعمل اسم مزيج ما بين التيمه الموسيقيه ويبقى اسم غريب شويه، يعني الناس تستغربوا شويه. ففي الاخر قلت لهم ايه رايكم نعمل ضرب شرقي؟ فقالوا لي يعني ايه ضرب شرقي؟ قلت لهم يعني ضرب هو الايقاع الموسيقي، فبدل ما نقول ايقاع شرقي لا قلنا ضرب شرقي، يبقى اسم فيه مزيج ما بين الاكاديمي شويه و لا وجايه من الضرب البومنج كمان، يعني بالظبط. ما كل واحد يقول ايه ضرب دي؟ لا هو ضرب ليها انتوا يعني انتوا اكاديميين اصلا، انتوا دارسين موسيقى ولا؟ انا خريجه تنميه موسيقيه قسم فويس، يعني في دراسه اصلا كمان مش بس الهوايه. لا طيب ياسر بقى، يعني انت ملحن وانتوا اصلا كمان يعني انتوا متزوجين كمان، علشان برضه الساده المشاهدين يعرفوا، كان قبل ما تتعرفوا بقى من خلال الشغل ولا يعني وانتوا متزوجين قلتوا هتعملوا الفرقه يعني قبل ولا بعد؟ بصي انا عارفه قصه الحب بدات امتى؟ ده موضوع كبير قوي. ايوه لا انا اعرف هبه من 2007 في البدايه خالص، كنا بنشتغل برضه مزيكا مع بعضينا وزاره الثقافه برضو، في حاجات كتير ولا قبل ما تشتغل؟ لا هي كانت شغاله في وزاره الثقافه، بس احنا كنا بنشتغل في حاجات كتير غير بره وزاره الثقافه كمان. بنشتغل شغل المزيكا بشكل عام، يعني فعاليات كتير، حفلات بالظبط كده، ولحد ما يعني مستمرين مع بعض لحد ما بقى عندنا الفرقه اصلا اتعملت سنه. يعني انتوا اتعرفتوا 2007، الفرقه بقى سنه كام اتعملت؟ من 8 شهور بس. لا بس الحمد لله، احنا لينا تجارب في اكتر من تجربه دخلنا فيها. دي اخر تجربه. طب احنا طبعا عايزين نعرف التجارب بتاعتكم، بالذات موضوع الغنى في الشارع، بس عايزين نسمع حاجه الاول. بقى ممكن هبه تسمعينا صوتك؟ رايك سمعناش لسه صوتك. انا بعشقك بقى. لا ندى، لا انا بعشقك. طب سمعينا ايه؟ هيبقى مصر التي في خاطري. الله. طب يا سلام. مصر التي في خاطري. الله، طبعا اجمل حاجه، يعني الواحد لما بيسمع الاغنيه دي اصلا جسمه بيقشعر من لا وانت احساسك عالي. يعني ما شاء الله، بصي بتنتفض مع الكلام من قلبك، بتطلعي الاحساس يعني، وكان واضح عليك. تجربه الشارع بقى، يعني الموضوع ده بنشوفه على طول في شوارع اوروبا على سبيل المثال، والناس بتندمج بشكل حلو قوي. كان شكل التجربه دي ايه في مصر بقى؟ على فكره هي فعلا زي ما انت بتقولي كده، انا الفكره جاتني من نفس المنطق، اللي هو ليه احنا ما بنعملش حاجه مقاربه للاوروبا، كلهم اللي بيعزف في الشارع واللي بيغني في الشارع. فجيت اقترحت عليهم الموضوع ولقينا يعني صدى جامد. يعني عملتوا ده فين؟ يعني نزلتوا فين عملتوا او غنيتوا في الشارع فين بالظبط؟ في المترو مثلا، في شوارع فين؟ كنا واقفين برضو في يعني كنا واقفين بنعمل استوديو بنسجل، ونزلنا مره واحده فلقينا مره واحده بنسمع بنغني وندندن مع بعض، والناس بتحط لكم فلوس برضو. لا لسه ما صدقتش مع حد. محمد، سمعت ان انت هتسمعنا حاجه جامده جدا، ما بيسالش عليا ابدا. ولا بتشوف عيني ابدا، ما بيسالش علي ابدا، ولا بتشوف عيني ابدا. انا ناديته وترجيته، انا ناديته وترجيته انه يرق شويه ابدا. ما بيسالش، ما بيسالش، ما بيسالش عليا ابدا.
بصولي فتنولي علي وقالولي أول ما عني بصولي فتنولي علي وقالولي إزاي بعد ما فرحني بفرح في عزولي وإزاي بعد ما فرحني بفرح في عزولي لا أقدر على بعده أبدا ولا أحبش بعده أبدا لا أقدر على بعده أبدا ولا أحبش بعده أبدا يا ما ناديته وترجيته إن يا شيء وترجيته إنه يرق شوية أبدا ما بيسألش ما بيسألش ما بيسألش علي أبدا. الله. طيب عايزين ندى ندى لما حصل الإعلان وكده عايزين نعرف انضميتي إزاي؟ يعني ممكن تجربته خصوصا ان انت من خلال الانترنت عارفه لو انت عارفاه ومعرفه شخصيه يبقى سهل لكن الانترنت وتلاقي حد وعايز اصوات جديده وتروحي وبالنسبه ان انت بنت انضميتي ازاي؟ التجربه انا طبعا ليا زمايل كتير طبعا برده في بيغنوا مواهب كتير جدا فلقيت البوست فعلا متشير فرقه ضرب شرقي تحتاج الى اصوات وكده كانت واحده صاحبتي مشيراه فدخلت بقى طبعا وكلمت استاذه هبه كلمتها وتواصلت معاها يعني والتقديم ازاي وكده وبالفعل يعني انضميت. طب هنا انا عندي سؤال عشان فكره ان انت تبحثي عن اصوات عن طريق الانترنت فكرتك انت مش كده؟ انت بتشتغلي اوريدي في وزاره الثقافه ليه ما فكرتيش تدوري على اصوات موجوده بالفعل معاكي وبتسمعيهم لايف وبتشوفيهم اشمعنى فكره الانترنت لجأتي اليها يعني؟ بصي هو انا كنت حابه ان انا يعني في مواهب كتير قوي قوي على الساحه مش موجوده يعني هم عايزين مكان يغنوا فيه مش مسموع ما حدش عارف يكتشفهم بالظبط يعني. كده احنا بنشوف على الحاجات اللي على السوشيال ميديا اكتر من صوت بيطلع بس ملوش مكان توسيع الدايره يعني بالظبط كده بيبقى اللي جوه حاجه ولا بره كم حد بعت لك بقى كم شخص بعت لك عايز في حوالي بتاع 50 60 مش معنى اخترتي ندى اللي هي الفرقه كلها حوالي 20 فرد اصلا كتير 20 فرد ندى أيوة. انا بعشقك بقى انا بعشقك وعايزه المايك يبقى قريب كده عشان الصوت بقى يلا انا بعشقك انا كل لك انا بعشقك انا كل لك انا يا من ملك روحي بهوى روحي بهوى القمر لك طول الحياة طول الحياة يا من ملك روحي بهوى روحي بهوى القمر لك طول الحياة طول الحياة الماضي لك وبكرة لك وبعده لك ده الماضي لك وبكرة لك وبعده لك نفس هادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك نارك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبني ولا انكتب على القلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول قول يا ملك الله 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 بجد
اصواتكم جميله ورائعه وبجد بحييكم على الاختيارات. اختيارات اغاني فوق الرائعه. احنا سمعناكم كده في البريك قبل ما ندخل، كنتوا بتدندنوا اغنيه حلوه قوي فيها حاجه حلوه، فاحنا عايزين نختم بيها. بس نشكركم طبعا للأول وهنطلع طبعا بيها فاصل، فهنشكركم طبعا قبل ما نخرج فاصل. نورتونا هبه رمضان، ياسر مغربي، ندى عاصم، محمد الصالحي، اصوات جميله ورائعه. درب شرقي، درب شرقي. شرفتونا. فيها حاجة حلوة، حاجة حلوة بينا، حاجة كل ما تزيد زيادة فيها إن فيها نية صافية. فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر الدن، صوبيا فول طعمية كشري، دوق بطاطا سخنة جدا. مصر أول يوم العيد، عيدية وبومبي لبس جديد، فن سيما وغنى وتياتر، حفلة تلاتة في سيما مترو، موائد الرحمن وفانوس رمضان، مسلم في بيت مسيحي فطرو، ترنيمة لايقة على تخت غنى. اهلا بيكم في فقرتنا الاسبوعيه 8 الصبح موتورز. النهارده هنتكلم على الاير باك في العربيه، اهميته ايه، بيعمل ايه، ازاي تحافظ عليه، وايه مؤشرات اللي تقول لك انه بايظ او محتاج انك تصلحه، خاصه انه في ناس كتير بتستسهل وما بتصلحوش اصلا، اعتقادا منها انه مش مهم او ان هي مش هتحتاجه. خلوني الاول ارحب بضيفنا وزميلنا العزيز معتز عاطف، خبير السيارات. اهلا بيك يا معتز. صباح الخير، ازيك يا ايه؟ اهلا بيك. الاير باك طبعا يمكن يكون في كتير منا يعرفه، بس في ناس عارفه معلومات مغلوطه. خلينا نشوف الاول التقرير، نرجع نعرف ايه هو بالتفصيل وايه اللي بيحصل وامتى بيتفتح وامتى لا. بس يلا بينا التقرير. يلا بينا. اهميه الاير باك عشان الحوادث، و لا قدر الله في حادثة بتاع الإيرباك إلى حد ما بيحميك يعني. مهم عشان الصدمات بتاعت الحوادث والعربيات، مش بالنسبة للسواق للركاب يعني، عشان بيحوش الاكسدام لأي حادث ولا بتاع بيطر في جسمي يخلي باله من صدري يعني. بتحميك من أي مخاطر ممكن تسبب لك حادثة في الطريق ولا حاجة. عليها لمبة شخص وفي بالونة طالعة في وشه كده، مش عارف شكل الكاسكت احمر، اللمبه بتنور بتاعت التابلون لو مش شغاله. انا اعرف اللي هي في عربيتي انا بالذات بتصنع بالكلاكس. بيبقى عندك لمبه في التابلو بتبين اذا الايرباج اوريدي شغاله ولا مش شغال. ما هي ما بتبانش الا ساعه الحوادث بس. هما مكملين لبعض، الايرباج هيطلع لو انت لابس حزام مش لابس حزام، الايرباج ساعه الحادثه هيطلع يعني. ملوش علاقه، لازم تربط الحزام عشان بس حتى الصدمه ما تبقاش جامده عليك يعني. الاثنين سيفتي، الاثنين امان يعني، هما الاثنين ما لهمش علاقه ببعض بس الاثنين امان يعني. ما هو ما بيشتغلش الايرباج الا مع الحزام. لا ما فيش، لو قاعد بوضعيه غلط في خطوره. اعتقد لا، لو مش رابط الحزام يبقى في خطوره، لو رابط الحزام ممكن بقلل الخطوره شويه. مش في كل الحالات. خلينا نشوف بقى ونعلق على التقرير اللي احنا شفناه، رايك في اللي قالوه الناس ايه بالنسبه ايه هو الاير باج وبيشتغل ازاي؟
طيب هو بس في أول واحد رد يعني اتفرجت على التقرير معاكم يعني قال أن إلى حد ما لا هو مش إلى حد ما هو الإيرباك بيحمي بنسبة 60% من الحوادث أو من الوفيات اللي بتنتج بسبب الحوادث كده مش إلى حد ما ليه 40% احنا كده متخطيين كتير طيب الإيرباك هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مخدة أو ده بالصورة السهلة أو البسيطة بتبقى في العربية في كذا مكان في العربية باختلاف أنواع العربيات بسبب عدد الإيرباك لأن كل من الإيرباك بتبقى عددها أكبر كل ما تكلفة العربية بتزيد بيتراوح من كم لكام ولا بيبقى مفتوحة؟ لا يعني إيرباك لما بتضرب الواحدة عشان ترجعيها زي ما كانت بكل السيستم بتاعها بتكلف حوالي 18000 جنيه لا بتكلم كم واحدة في العربية يعني بتبقى في الدركسيون بيبقى في الظهر بتاع الكرسي زمان كان في واحدة في الدركسيون من زمان قوي بعد كده بقوا 2 دركسيون والجنب السواق وبعد كده بقوا 4 بعد كده بقوا 6 لغاية 18 إيرباك دلوقتي بقى في إيرباك من الجنب تفتح إيرباك في السقف يعني إيرباك في كل حتة في الكراسي في البيبان في 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 القوايم بتاع العربية كلها في الطابلو يعني خلاص كل حتة في يبقى صندوق كامل تقريبا بيحاول الإيرباك بتفتح انت فجأة لو لا قدر الله حادثة كبيرة قوي تحسي ان انت فجاه كده في حد حاوطك كلك من كل ناحيه كل حاجه في نفس الوقت ولا حسب شده الاصطدام مثلا بص طبعا شده يعني هي ليها حاجات كتير بس خلينا الاول نسال على ناس الايرباك هي مخده بتفتح في وشي في حال ان انا في حادثه اكيده بتحصل اصطدام بسرعه اسمها سرعه توقف ديسيليريشن سريع يعني انا بقف بسرعه جدا فالعربيه بيبقى فيها سنسرز وحاسات بتحس ان احنا بتدوسي على الفرامل وانت فجاه في حاجه غلط بتحصل او اصطدام قوي جدا الحالتين بيفتحوا سواء مجتمعين او منفردين يعني اذا يعني لو فتحت الايرباج من غير اصطدام بس مجرد ان انت دوست على الفرامل بشكل جامد ومفاجئ ده مش معناه ان هي فيها خلل لا ما هو الديسيليريشن اللي هو ان انت بتهدي وفي اصطدام مش هينفع تبقي بتهدي جامد والايرباج تفتح لا لان انت ممكن كتير تبقي في مواقف انك بتهدي جامد لكن لو الايرباك فتحت من لا سبب ده ممكن يبقى عيب صناعه في شركات كتير كان بيحصل عندها المشكله دي وكانت بتطلب العربيات ترجعها على اساس ان هم يشوفوا ايه المشكله دي لكن هو الطبيعي ان الايرباك بتفتح بتبقي متخطيه سرعه ال 25 كيلومتر تقريبا عشان يبقى في قوه اصطدام وسرعه توقف لكن لو سرعه توقف بس مش معناه ان الايرباك هتفتح يعني ما ينفعش ابقى انا ماشي على سرعه مثلا 180 وافاجئ بحاجه قدامي وادوس فرامل جامد تروح فاتحه الايرباك لا لا لازم يبقى في اصطدام في الموضوع من هنا بتفتح الايرباج حسب مكان يعني انا لو انا مثلا الصدمه جايه من الجنب الشمال وانا اللي في العربيه لوحدي وانا اللي سايق الايرباج غالبا بتفتح اللي في وشي وبتفتح اللي في شمالي ما بيفتحوش كله في العربيه لكن لو العربيه اتقلبت وبقى في لخبطه في اكتر من واحده يفتحوا خصوصا لو في حد جنبي لان كل ما الشخص بيقعد على كرسي بيبقى في حاجه سنسر بيحس ان هنا في شخص فالايرباج من هنا بتفتح يعني لو الصدمه او الخبطه جت من ناحيه اليمين وما كانش في حد راكب والسنسور بتاع الكرسي مش هتفتح غالبا مش هتفتح غالبا هتفتح بتاعه السواق بس لو الصدمه جامده بتبقى ليها حسابات كده حسب الكمبيوتر السنسرز بتحس بالصدمه وتروح مدي اوردر للكمبيوتر يفتح بس اللي في اليمين مش هتفتح لكن لو في حد في اليمين قاعد في سنسرز في الكراسي بتحس بالوزن اول لما بيبقى فيه وزن بيبقى هو بالنسبه له في شخص قاعد بيبقى حاطط شنطه ثقيله بيبتدي تدفع 18000 تصليح عشان شنطه عشان كده مفيش اي حاجه مفروض تتحط في العربيات خالص ويمكن دي من مشاكل الايرباج او الناس المشاكل تعاملات الناس مع الايرباج يعني انا شفت تقرير قال احتمال او غالبا لا هي مش غالبا هي بنسبه 60% دي نسبه عاليه جدا الايرباج بتفتح بسرعه من 100 ل 220 كيلومتر بسرعه قوي فانت بتبقي يعني داخله على الحادثه وانت تخبطي هي خلاص فتحت يعني تحيش تحسي هي فتحت امتى فجاه بتلاقي في حاجه فتحت في وشك وبتحاوطك من كل ناحيه في التقرير كان بيقول انه لو انت قاعد في وضعيه غير صحيحه ممكن تبقى الايرباك خطر عليك يعني في ناس ممكن تكون بتقرب كرسي السواقه جدا من الدركسيون بصي هو ده جه بعد سؤال الحزام ايه علاقه الحزام بالايرباك هي علاقه وثيقه كانت قبل كده اساسيا الحزام يبقى مربوط عشان ايرباك تفتح عن طريق حاجه اسمها كابل المفجر الحزام لما بيتشد جامد قوي في صدمه بيروح شادد معاه حاجه اسمها كابل المفجر بيروح فاتح الايرباك لو ان الانظمه دي في بعض الاحيان بتفشل فبقوا شغالين بالانظمه الجديده اللي هي بتقول سنسرز في العربيه بتحس اكتر يعني درجه احساسها اعلى بكتير يعني دلوقتي وانا ماشيه ولا قدر الله حصل حاجه ومش هتفتح عشان كده ناس كتير قوي بيتخيلوا ان هم انا مش رابط الحزام يعني تلاقي واحد قاعد حاطط ابنه على رجله وماشي واقول له ايه ده
يقول لي اقول له ايرباج هتفتح ممكن تضايق ابنك او تعور، يقول لك لا انا مش رابط، يقول لي ده انا مش رابط الحزام. فبحس هو المفروض اصلا ما يشيلش ابنه وهو سايق ابدا، لان الموضوع ده انا بحس ان هو الاطفال بتقعد ورا مش قدام اصلا، يعني ما هياش مظبوطه. فهي الايرباج هي علاقه وثيقه بالحزام. اولا كانت زمان اما الايرباج بتفتح عن طريق الحزام، دلوقتي ما لقوا ان الموضوع ده بيفشل فبقت الايرباج بتفتح في حال ان في حد قاعد مكان الكرسي على الكرسي والعربيه ماشيه. مالهاش علاقه الايرباج اليمين في بعض العربيات فيها سويتش ممكن تقفليها او تقفليها، وانا في الحقيقه بشوف ان ده خطر. بس اغلب العربيات لا اعتقد، أغلب العربيات الحديثه كلها لا، بعض العربيات بيعملوا دي اوبشن يقول لك عايز تقفلها اقفلها. ليه؟ عشان لو حصل اصطدام امامي ما يفتحوش الاثنين لو هو ما حدش راكب جنبه مثلا، يعني بالنسبه او مش مهتم باللي قاعد جنبه برضه. لا ما نقدرش نقول كده، يعني مش نقول كده. فده فرق مهم قوي. هي بتفتح بسرعه جدا وتروح محوطاني وتفضل ساعتها على طول، لان هي خلاص يعني بعد ما قدر الله العربيه بتتخبط او بيبقى في حادثه، مجرد ما هي بتفتح عن طريق غازات بتتفاعل مع بعض. ايوه كنت لسه هقول لك بقى ليه لما بتفتح، يعني هو ربنا يعافيكم بس الواحد عشان مجرب بيطلع غاز خانق الحقيقه، عشان هو اصلا انا بحس ان ده تسمم، يعني تفاعل غازات مع بعض بتصدر، هو اللي بتعمل الانفجار ده. الانفجار ده بيبقى غازات بتضخ زي هواء جامد تنفخ البالونه دي قدامنا تروح واقفه في وشنا، ونفس البالونه دي فيها من ورا فتحتين كبار بيفضى بسرعه الغاز ده عشان خلاص، يعني هو مش المفروض ان هي تفتح تفضل يعني هي المفروض تفضى وخلاص. طب انت قلت حاجه مهمه، انت قلت طبعا دي كارثه، دي جريمه في وجهه نظري اللي بيقعد طفل على رجله طبعا، كمان مش حاطط الحزام، دي جريمه يعني لازم يعاقب عليها القانون. كتير بيعملوها بس يعني دي واحده من الحاجات اللي بيعاقبوا عليها مش الرجاله. لا الرجاله بيعملوها اكتر. شكرا ياسمين. لا الرجاله بيعملوها اكتر. لا 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 اخيرا انصاف للمراه. الولاد دايما مع الستات، فالست لا خليني اقول لك الستات اللي بيدلع بقى ويقعد كده وهو سايق بابا ماما ما بتعملش كده، ماما بتزعق واقعد ورا ومش عايزه اسمع لك. استنى بس هكمل لك السؤال، خلي عشان برضو ايه ما تزعلش. الستات بقى بتقرب الكرسي جدا من الدركسيون، وده برضو بيبقى خطر في حاله انه الايرباج فتح. ده استكمالا ليه ان هي علاقه وثيقه بين الحزام وبين الايرباج. ليه؟ انا المفروض ابقى قاعده مظبوطه ظهري مفرود ومسافتي بيني وبين الايرباج كويسه. يعني ايه كويسه؟ يعني الستات اللي بيقربوا الكراسي بزياده الايرباج دي لو فتحت ايه اللي يحصل؟ هتضايقها جامد. يعني مش يعني يمكن تكون ست ضعيفه يجرى لها حاجه، بس هتضايقها جامد. يعني هو المفروض يبقى في مسافه كويسه، ممكن تصل لدرجه انها تكسر الضلوع. بصي هي الايرباج دايما المسافه الامنه بالنسبه لي ان انا وانا سايق يبقى دراعاتي متنيه، مش الدراعات المفروض تبقى متنيه سنه، عشان لما يحصل اصطدام للايرباج بتفتح. ولو خدتي بالك الصوره هي الايرباج وباين ان الحزام مربوط وباين ان انا قاعد ظهري على ظهر الكرسي. يعني ايه؟ يعني هو ما حطش الايرباج بس مش قاعد مستقيم، قاعد كده مريح. هي الرسمه دي يعني تقريبا، بس هو بيوريك هنا ان الحزام اهو، اما رابط الحزام لا، اما رابط الحزام ظهري مفروض على الكرسي فالايرباج مفتوح. المفروض الشخص يبقى قاعد بزاويه 45 زي ما هو في الصوره ولا زاويه 90؟ لا زاويه ابرايت اللي هي زاويه 88 ل 90 ل 85، يعني حسب ما انت مرتاحه يعني. بس تبقى دراعاتك فيها سنة تانية عشان تبقى دي المسافة الأمنة، تايلر دركسيون متحكمة بإيديك الاتنين نفس الوقت الإيرباك لو فتحت أنت في مجال. فالستات اللي بتقرب الكرسي قوي دي عندها مشكلة كبيرة. الستات اللي بتحط ولادها على رجلها إذا كان ستات أو رجالة، عذرا يا معتز، الرجالة اللي بتحط ولادها على رجلها، خلينا نفترض هو ستات أو رجالة، هم للأسف بيعملوا ده لو الأب بيدلع أو لو ست لا الناس اللي بتحط الكار سيت في الكرسي الأمامي اللي جنبهم ده غلط جدا. الكار سيت هو كلمنا عامة عن العلاقة ما بين الكرسي بتاع الاطفال، خصوصا ان هو بيقول لك المفروض يبقى مش عارفه عدل ازاي، ما يتحطش عدل عالميا، مش احنا اللي في مصر حطيناها، احنا بالزبط. في مصر بنحاول نلتزم بيها، في الحقيقه بشوف ناس كتير بيلتزموا بيها. الكرسي المفروض لغايه سن سنه محطوط ورا في الجنب اليمين مقلوب عكس اتجاه الكرسي، باصص لورا، باصص لورا ومربوط بالحزام. يعني الطفل باصص للكنبه، باصص لورا للكنبه. ليه؟ عشان لو لا قدر الله انت بتجري وفرمنتي فرامل جامده ما يبقاش لود على جسمه ان هو بيتقلب لقدام، لان هو جسمه بيبقى ضعيف وعظمه ضعيف. فيبقى هو ظهره لازق في ظهر الكرسي بتاعه، لازق في ظهر الكرسي، فده اكتر حاجه امنه بالنسبه له طول ما هو وزنه قليل لغايه سن سنه. بعد كده اما بيبتدي وزنه يزيد بعد سنه تقدري تقلبي الكرسي العكس ورا يمين.
الكلام ده لغايه سن 11 سنه. شمال اليمين اللي مش ورا اللي مش في اي حته على الكنبه، عشان انت لو في اي حاجه يبقى ليكي اكسس ليه سهل. او انت تقدري تروحي لفه يمين ومد ايدك لو في حاجه كده. لكن انت لو وراكي انت مش شايفاه ولا تقدري تعملي حاجه، فاحنا بندور دايما على كل حاجه امنه للام وامنه للطفل. بعد ما بنعدل الكرسي بنجيبه في النص، الحزام اللي هو الصغير اللي في الكنبه. طب بالنسبه بقى هو ده كان سؤالي، هو ما فيش ايرباك بتتحط؟ يعني دايما بنلاقي في مخدعين، مش بيقولوا عليها مخدع، مخدعين في الخلف، في النص ده ما فيش؟ انا كنت متخيله ان هنا بيبقى فيه كمان ايرباك. هو في ايرباكس في العربيات الجديده في كل حته. طيب مش ما دي لو حطيت فيها الطفل ده يبقى انا دمرته؟ لا، هو يعني مربوط في النص، فالايرباك ما هتفتح جنب الباب اليمين والشمال والكرسيين، هو في النص، هو محاط من الايرباكس، مش هيروح في اي حته. هي فكره الايرباك ان هي بتمنع اصطدام الشخص اللي قاعد جوه من دريكسيون زي ما قالوا في التقرير، انه يخش في صدرك او لا قدر الله دماغك تخبط في اي من العربيه او في السقف. هم دول دايما المشاكل اللي بتجيب نزيف اللي بيؤدي الى وفاه. وهي عشان كده بيقولوا هي بتحمي بنسبه 60% من اي حاجه، لان انا لو اتحركت جوه حقيقة. انا لو اتخبطت في دماغ واحد قاعد جنبي هتحصل لي نفس المشكله. طب بتبقى في خطوره ان انت من الايرباك لو انت حاطط مثلا علبه مناديل قدامك على التابلو او معلق حاجه في المرايه، اول حاجه هتخبط في وشك الحاجه اللي محطوطه. فانت اختاري بقى، لو عايزه علبه مناديل تخبط في وشك تبقى علبه يعني انا ببقى مش مصدق ان في ناس بتعمل كده، بل بالعكس في ناس بتلغي الايرباك. يعني يجي مثلا لا قدر الله الايرباك تفتح ويعمل حادثه، يقول لك لا لا انا مش صلحها، انا هسيبها كده. وكان ان الايرباك دي اغلى من حياته، فهو لازم ينتبه ان هي بتحميه بنسبه 60% لغايه 60% بل تزيد. فدي حاجه يعني ما هياش طبيعيه، فلازم نبقى منتبهين بفكره ان مفيش حاجه اسمها ايرباك تتلغي. لمبه الايرباك بالمناسبه هي لمبه بتنور، لان في ناس في التقرير مش عارفين الايرباك بتشتغل ازاي. في واحد قال مرتبطه بالكلاكس، المعلومه دي صحيحه. مرتبطه بالكلاكس يعني؟ هي ملهاش ارتباط بالكلاكس بمعنى ان هو لما يدوس كلاكس لا، هو في حاجه في الدريكسيون اسمها ستيب رينج او شريط بيبقى مسؤول عن الدريكسيون لما بيلف يمين وشمال. الشريط ده هو اللي بيوصل كهرباء للكلاكس. اما الكلاكس بيفصل بيبقى معناها ان الشريط ده مش موصل للايرباك حاجه، فالايرباك مش هتشتغل. يعني لو الكلاكس بايظ الايرباك كمان مش هتشتغل؟ احنا ما بنقولش لو بايظ. الستيب رينج اللي هو جوه الدريكسيون او الشريط اللي جوه الدريكسيون ده بيبقى مسؤول عن ان هو يوصل الكهرباء للطاره او للطاره او للدريكسيون، وله علاقه بالايرباك. فما الشريط ده بيبقى مقطوع غالبا بتبقى لمبه الايرباك منوره في اغلب العربيات. يعني ما بيبقاش فيه مشكله غير انه الكلاكس بايظ، ساعتها بيبقى الكلاكس بس اللي بايظ، بس لمبه الايرباك بتنور. معنى لمبه الايرباك منوره معناها ان الايرباج مش شغاله. لما الايرباج بتنور للنوع السكيورتي ان هي التشيك وبعدين تطفي بعد ثانيتين، تفتحي كونتاكت تروح من ورا قدامك وبعدين تطفي. يعني في الحاله دي لو لا قدر الله حصل حادثه هي الايرباج مش هتفتح، مش هتشتغل. طول ما لمه الايرباج قدامك منوره معناها ان هي مش شغاله. اول ما لمه الايرباج تفتحي كونتاكت. طب ما تقول لنا ايه الحاجات او ايه الاحداث اللي بتحصل اللي بنلاقي ان فيها اللمبه منوره؟ اعرف ان هو 1 2 3 4. لو الكمبيوتر بتاعها فيه مشكله، لو في اي حاجه من الحساسه، ممكن ميه واحنا بغسل العربيه تخلي مثلا الكمبيوتر بتاعها سنسرز من السنسرز فيها مشكله، او الدايره الكهربائيه بتاعتها. طول ما لمبتها بتنور معايا في الكونتاكت وبتطفي يبقى كده الدايره بتاعتها سليمه. لو نورت وطفت وبعدين نورت تاني يبقى هي كده بتقول لك انا عندي مشكله، يعني معناها ان هي منوره قدامك يعني هي بايظه. لكن هي لازم تنور الاول، تعمل تشيك على السيستم بتاعها وبعدين تروح طافيه، انا كده تمام. نورت تاني يبقى انت مش الايرباك مش شغال. لا قدر الله حد عمل حادثه وفتحت اكتر من ايرباك في العربيه، وطبعا زي ما انت بتقول تكلفه تصليحها كبيره، فممكن الشخص مثلا هيصلح واحده او اتنين. ايه اهم اماكن في العربيه لازم تبقى الايرباك شغاله فيها؟ يعني لو اللي قدامه اكيد، اكيد اللي قدامه واللي جنب اللي قدامه. لو احنا يعني لو انت بتقولي مثلا عندي 6 بايظين هصلح انهي؟ هقول لك صلحي الاثنين، بس انت عشان تصلحي الاثنين وهتسيبي الباقيين هو الايرباك مش هتشتغل برضه. ليه؟ لان انت في الاخر عندك خلل في الدوره. يعني ايه؟ هي دايره كامله فيها سنسرز وفيها كمبيوتر وفيها وصلات وفيها عدد ايرباكس. مجرد ان واحده تبقى بايظه ومش شغاله هيبقى عندك مشكله في الباقيين، فالعربيه مش هتشتغل. يعني لازم يصلحهم كلهم، يعني تشغلي السيستم كله يا تلغيه كله. مش هينفع تصلحي واحده وتسيبي الخمسه التانيين بايظين.